صحيح أن الإنسان يحزن ويتألم ويتوجع كثيرا، فكما قلنا ليس أصعب من آلام ووجع الفقد، فكيف إذا كان الفقد الولد البكر فلذة الكبد؟ ليس بضعة مني، حمزة كان كلي وروح الروح وكل شيء، ولكن وعندما نحزن فالرسول صلى الله عليه وسلم بكى وحزن، وهذه هي دموع الحزن والفراق، دموع التي تفرقنا عن أعدائنا. نحن مشبعين بالإنسانية وهم مشبعون بالقتل والحقد، ولذلك نحن نبكي ونسكب الدموع، هذا صحيح، ولكنها دموع الإنسانية، دموع الكرم والشهامة، وليست دموع الجزع والخوف والاستكانة. وهذا يدفعنا إلى القول بأنه نحن ماضون، نحن نعمل على الهواء مباشرة ولا شيء نخجل منه. قيل في يوم من الأيام بأن حرية الرأي والتعبير وأن عمل الصحفيين والحصول على المعلومات والصور حتى تصل إلى مستحقيها من المشاهدين والمتلقين، قيل بأن ذلك مكفول بالقانون الدولي وبالمواثيق الإنسانية. 107 من الصحفيين سقطوا وسفحت دماءهم على هذه الأرض، وكأن أحدا لم يسمع بهذه الأخبار، وكأن أحدا لم يرى ما يجري. نطالب كل العالم بأن يضع حدا لعملية لهذه المقتلة التي تحصد أرواح الصحفيين واحدا بعد آخر. أتمنى أن تكون دماء ابني حمزة آخر الدماء من بين الصحفيين وآخر الدماء من بين الناس هنا في قطاع غزة، وأن تقف هذه المذبحة وهذه المقتلة. ولكن أيا كانت الأثمان فنحن ماضون.